عجبتكم الرقصة دي؟ دي عايز تفيفة حلوة بقى كده كده. ده حسان صابر، الفرقة اسمها فرقة حسان صابر للفنون الشعبية، وحسان صابر بعتبره ابن من ابنائي، هو الفضل الاول والاخير للعمل ده للفنون الشعبية. انا من كلام ده من حوالي 17 سنة، يعني اشتغلت معاه 3 سنين بالظبط. خدت فيه مجال حضور المسرح، وعلمني ازاي اكتب الكلمه واعمل اللحن وارقص. ده حقيقي مش كلامي. حسان كان راقص كويس جدا، بس هو دلوقتي يعني بقى مدرب وبقى صاحب فرقه. الرقصه دي توقيتها منين؟ هو اقول لحضرتك الحجاله؟ هي حجاله. هو الحجاله بمعنى الحجل، الحجل يعني الرقص. ازاي احجل على رجلي عشان ارقص؟ بدوي. بس بدوي واخدها من عموم مصر، يعني واخدها من سينا، واخدها من الواحات، واخدها من بدو مصر ككل. حضرتك في بوتقه واحده، يعني ما روحتش سينا، شفت طبعا عيد عارف الكلام ده، ما روحتش سينا عشان اعملها، ولا روحت مثلا الواحات عشان اجيب راس من الواحات، هي واحاتي او هي سيوي او هي سيناوي. خدت كله جمعت في واحده عشان تبقى طابع واحد. حسان لفيت العالم.